السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم حبايبي، يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله أنا أكلمكم عن أنواع الماسكارا اللي استخدمتها من إيسنس وأني واحدة فيهم أفضل. النهاردة مبدئيا كده أنا حبيت أتكلم في الفيديو ده عن نوعين من إيسنس، اللي هو الأولانية دي طبعا كلنا عارفينها مشهورة قوي، اللي هو I love extreme من إيسنس الفوشيا، مشهورة قوي اللي هي ماسكارا ايسنس الفوشيا. بس ناخد بالنا اهم حاجه لما نيجي نجيب اي ميك اب، نتاكد ان جايبه الاوريجينال، تجيبيه من مكان مضمون. دي ايسنس الفوشيا اللي بقول لكم عليها مشهوره جدا، وبعدين نزلوا مجموعه اللي هي البرنسس، دي الخضراء اللي لونها اخضر. فطبعا من الايسنس الفوشيا دي كذا لون تاني، ودي برضو في منها الوان تانية، في منه ازرق تقريبا وكذا لون تاني، وده برضو الاخضر ده نفس الشكل بالظبط بس كذا لون تاني، اللي هي الكتابة والحاجات دي. اهم حاجة زي ما قلتلكو تاخدوا بالكو ان في منه كوبي، فناخد بالنا. اول حاجة هتكلم عن الماسكارا الفوشيا. الماسكارا دي مشهورة جدا، انا لما جبتها عشان عليها ضجة وكده، وان في بنات كتير بتقول عليها حلوة جدا. الماسكارا طبعا ماسكارا ايسنس حلوة قوي على فكرة، ومن الحاجات الجميلة، وكمان سعرها يعتبر رخيص. الفوشيا دي تقريبا بمية، 110، 120 على الاغلب، يعني انا مش متذكرة قوي، وطبعا كل مكان بيباعها بسعر شكل، بس هي في حدود 100 جنيه. الماسكارا من جواها الفرشة بتاعتها زي ما انتوا شايفين كده، هي الفرشة ستريت، ما فيش فيها اي كيرف خالص، والشعر بتاعها زي ما انتوا شايفين كده صغير، مش عارفة واضح كده. الماسكارا دي عجبتني جدا، من حيث ان هي بتكثف الرموش جدا جدا. يعني انا بحب لما اشتري ماسكارا احب الماسكارا بتاعتي تكون بتكثف الرموش. اكتر حاجة بدور عليها في الماسكارا ان الماسكارا تكون مكثفة، وتكون الرموش كمان مش بتتكتل ولا بتتشابك في بعض. انا دايما مش بحب الماسكارا اللي بتطول الرموش، مش بحب الافكت بتاع التطويل، بحب اكتر يعني الماسكارا تدي فوليوم اكتر للرمش، فانا بحس انه بيخلي شكل العين احلى. الماسكارا من حيث ان هي بتدي فوليوم كويس جدا، هي اصلا من خصائصها ان هي بتدي فوليوم للعين كمان، اكستريم يعني فوليوم زيادة قوي للعين، للرموش قصدي. وكل الكلام عنها هنا ان هي بتدي، مكتوب كل الكتابات بتتكلم عن الفوليوم الفوليوم الفوليوم، وكمان على اللون ان هو اسود قوي، يعني فعلا السواد بتاعها حلو جدا، السواد بتاعها حلو قوي، وبتدي فوليوم حلو قوي للرموش، وكمان مش بتكتل الرموش وبعضها. لكن الماسكارا دي ما عجبتنيش في حاجة، حسيت ان هي بتوقع رموش قوي، لما باجي اغسل الماسكارا من رموشي بلاقي رموش وقع كتير، زائد ان الماسكارا مش ووتر بروف خالص، وبتهبب حوالين العين جدا جدا لما بتغسلي عينك. فده من الحاجات اللي ما خلتنيش احب الماسكارا ولا افضلها، وحسيتها تقيلة قوي على الرموش. معرفش فعلا انا احساسي ده صح ولا لا، بس انا بحس ان في تقل على رموشي، بحس انها بتجهد رموشي جدا. هي مش بتكتر الرموش وبعضها لا خالص، من حيث ان هي بتكثف، لكن ما حبيتش زي ما قلتلكو ان هي بتهبب حوالين العين جامد، اي حاجة اي مية اي دموع بتلخبط الدنيا، وكمان تقيلة قوي على الرموش، وبحس انها تجهد رموشي وتوقع الرموش جدا جدا. بعد كده بقى قلت اجرب المجموعة دي، فافضلهم كان بيقال ان هي اللي هي لونها يعني مش اخضر، اللي هو اللون البستاش ده، او مش عارفة اللون التفاحي ده. دلوقتي بقى لما جبت الماسكارا دي هوريكم من جوه،
الفرشة بتاعتها يعني من قدام رفيعة نازلة على أعرض، والشعر بتاعها أطول شوية ومفيش فيها أي كيرف، هي ستريت برضو. لكن التانية استنوا هوريكو، التانية كلها نفس الحجم من فوق لتحت، يعني نفس التخن من فوق لتحت. المسكرة دي حلوة جدا، هي أصلا مكتوب عليها إن هي بتدي تأثير الرموش، كأنك مركبة رموش صناعية. فعلا المسكرة دي لما حطيتها حسيت إن رموشي كأني مركبة فعلا رموش، وكمان بتطول الرموش جدا، زائد إن هي فيها نسبة تكثيف للرموش، بتدي فوليوم شوية بس هي اكتر بتطول، يعني بتطول اكتر ما بتدي فوليوم، وكمان مش بتشبك الرموش خالص، الرموش مش بتشبك في بعضها تماما، الرموش مفرقة ومفردة وكمان طويلة، وكمان بتدي شوية كثافة للرموش بس مش بتكثف تماما زي دي. دي مش بتطول، دي بتكثف بس، لكن دي بتكثف شوية لكن بتطول قوي يعني. فكمان المسكرة السواد بتاعها حلو قوي، السواد بتاعها درجة السواد بتاعها حلوة، وكمان زي ما قلت لكم بتدي تأثير فعلا زي ما مكتوب عليها انك مركبة رموش. المسكرة بقى حبيتها، حبيتها جدا، لكن انا بفضل المسكرة تكون بتكثف اكتر ما بتطول، خاصة لو انا هستخدمها بالنهار، مش عايزة حاجة ملفتة للنظر، مش عايزة احس ان رموش طويلة قوي وكأني مركبة رموش. دي تبقى حلوة قوي بالليل، الخروج بتاع بالليل مناسبة، لكن لو عايزة استخدام سريع بالنهار كده وحاجة تدي يعني كثافة شوية لرموشي لكن ما تديش طول، واحس ان رموشي ظاهر قوي، ان رموشي كأن رموش متركبة، فانت ممكن تستخدمي دي بالنهار، ما مش بتطول قوي والكثافة بتاعتها حلوة ومعقولة، لكن دي فعلا بتديني تأثير كأني مركبة رموش. حسيتها خفيفة قوي على الرموش، ما حسيتش ان هي بتوقع رموشي قوي زي دي. كمان اللي لقيته ان هي مش بتهبب، يعني لو حصل وغلطتي وحطيتي ايدك على عينك دمعتي، ما حسيتش ان هي بتهبب زي ما الفوشيا بتلخبط الدنيا قوي كده. فهي اصلا مكتوب عليها ان هي بتديكي تأثير الرموش الدرماتيك والرموش الصناعية، وبتدي فوليوم بس، اكتر الكلام على ان هي بتدي تأثير الرموش الصناعية وبتدي كمان فوليوم بس، انا شايفة ان هي بتطول اكتر ما بتكثف. وطبعا انتي لو من عشاق المسكرة اللي بتطول الرموش او حابة حاجة تديكي تأثير الرموش الصناعية، فانتي هاتي الاسنس الخضرة دي او اللون اللي هي فيها لون تفاحي دي، وحلوة جدا وكمان خفيفة على الرموش مش بتهبب. بس انا بالنسبة لي ما حبيتش موضوع انها تطول الرموش قوي كده، خاصة الاستخدام بالنهار. المسكرة ما فيش ولا واحدة فيهم ووتر بروف، لكن في دي زي ما قلت لكم بتهبب الدنيا قوي وبتخلي الوضع صعب، لكن دي ما حسيتش ان هي بتلخبط الدنيا قوي، حتى صدفة ان انا لو نمت بالمسكرة دي بقوم بلاقي المسكرة اتفرولت لكن وراحت من رموشي، لكن مش هببت الدنيا، يعني مش خلت حوالين عيني اسود والدنيا ملخبطة، لأ. ولو صدفت ونمت وانا حاطة المسكرة دي، هو طبعا غلط، محدش ينام ابدا وهو حاطط مسكرة بتوقع رموش وتبهدل الدنيا، بس لو غصب عني الظروف يعني غصب عني نمت بالمسكرة دي، بقوم الاقي حوالين عيني هالات سودة فظيعة والدنيا بايظة تماما، ودي غالبا ممكن تتغسل بمية بس، لكن دي لازم مزيل مكياج، علشان زي ما قلت لكم السواد اللي حوالين العين والدنيا بتبقى ملخبطة. لو هشتري هدور على مسكرة من مجموعة البرنسز دي، بس تكون في المقام الأول بتكثف، لأن دايما دايما بفضل زي ما قلت لكم المسكرة تكثف اكتر ما تطول الرموش. في ناس عيونها بيليق معاها ان الرموش تبقى طويلة، انا من الناس اللي عيونها مش بيليق عليها الرموش الطويلة، يعني افضل لعيني ان استخدم حاجة بتكثف الرموش بتخلي منظرها احلى.
يا رب اكون قدرت افكه واكون قلت كل حاجة تخص المسكرة. ولو عايزاني ارشح لك مسكرة ممكن ارشح لك دي قوي، وان شاء الله اعمل لك ريفيو عن باقي انواع مسكرة ايسنس اللي جربتها. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ولو ليكوا اي استفسار اكتبوا لي في الكومنتات وانا هرد عليكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.